طمني يا دكتور. كله تمام يا حاج، بس هنحتاج شوية حركة ومشي في الباقي التلات اشهر الباقيين دولت. حركة ايه؟ مش المفروض الراحة؟ ما حسب الحالة يا حاج، وحالة المدام محتاجة الحركة والمشي، والحركة بركة. ماشي يا دكتور، شكرا ليك في امان الله. خلاص بقى يا حاج. لا لا عيب. لا ازاي؟ خلاص يا حاج. لا اتفضل اهو. ماشي يا حاج. شكرا. السلام عليكم. مع السلامة. مع السلامة يا دكتور. كمان شوية. اوبا. هو انا عملت لك فرح يا فرحة؟ لا. ليه؟ اها. ولا زفة ولا زغريت؟ لا احكيه. كان في صراخ وندب واصل لحد هنا. كيف ما كانش في زغريت؟ ايه ده يا ابوي؟ يعني لا جبت لك طبل ولا زمر ولا حد يرقص؟ ولا حاجة ابدا. هي امي بس. كسروها ليلتها وخلاص. يعني ايه؟ فرح منسوكات؟ هس هس. حتى الهس ما حدش سمعه. ورضيتي ليه؟ عشان انا احبك. امال ليه قلت لي لما جيت طلبتك؟ عشان انا احبك برضه. كيه؟ استكترتك علي. امال شهر العسل اللي هيقولوا عليه قضيتيه ازاي؟ في اوضه وحدي وانت نايم جنب مهران. ياه، انا راجل وحش قوي كده. انت احسن راجل في الدنيا. احسن ايه ده اللي اتجوزك من غير فرح؟ تيجي نهربه ونعمله شهر عسل جديد. فين؟ في اي حتة فيها بحر. المندرة القديمة. شمعنا؟ من غير شمعنا. عمك عاوزها وانا موافق. وانت موافق ليه؟ انا حر. هو فكر نفسه بجنايب علينا ولا ايه؟ الله يرحم. يا ولد المنظرة سهلة وقريبة. مش سهلة وما يحطش رجله فيها. هتعمل له ايه؟ كسرها له. ليه؟ مين صاحب المنظرة دي؟ احنا. لا، انا واخوي. وديته نصيبي. فيها حاجة دي؟ لا ما فيهاش يا ابوي. عشان الموضوع جاي بعيد عنك يا خيري. هي المنظرة ملك ابوكم ولا ملك ابوي؟ ملكك انت يا حاج. انت مش قسمت وخلصنا؟ ايوه قسمت، وهديك حاجه مطرحها، بس بتخالفني ولا لسه حي ممتش؟ يا ابوي لو ادينا له اللي قال عليه مش هيسكت. ولو طلب الجلابيه اللي عليا هديها له. قلت ايه؟ بس يا ابوي. بس يا جودي اسكت. اللي عاوز اعمله يا حاج. الله يرضى عليك يا خيري. خلاص، ما دام انت مش عايز غير موافقه خيري يبقى مش انا. جودي الزم ادبك. ايه؟ انا مسافر يومين. ارجع الاقي كل حاجه تمام. عاوزه هيكون يا ابوي. خلاص حكمت فينا يا عم خيري. دبيت يا جودة. قولي صدقت يا ده انك صاحب ملك وابوك عايش. انا يا خيري مش فاهمك، واللي بينك وبين ابوك مش عارفه. قلت له ايه خلاه يكبرك علينا؟ طول عمرك كبير يا واد. على نفسك. نفوتها لك دي. مفيش يومين عدوا بيجوا اصحاب ملك هيتحكموا فيه. تصدقيها؟ احمد قال لي ما صدقتهاش. ما يقصدش، هو حس انك جيت عليه. جيت عليه في ايه؟ امال لو هم اللي هيصرفوا علي ايه؟ هيرموني برا؟ بالراحه على نفسك يا حاج. عاوز امشي من هنا. ايش هذا؟ حاضر، بس من غير ما تكسر. يلا يا فرحه. مش هلبس غير لما تضحك. يو
يا فرحان، يوه يا فرحان. يلا زهرة. نعم يا بوي. أنا هبقى أقعد في المنظرة القديمة أقابل الناس، وفي الليل هاجي بيت هنا. ولازمتها إيه؟ ما بيتنا واسع. الوضع اتغير دلوقتي. شاورت عمي طيب؟ أنا اتغير؟ أشاور في حقي؟ ما طول عمر عمي قاعد فيها وأنت ساكت. كفاية سكت. الله يرحمك يما. وايه اللي فكرك بيها دلوقتي؟ افتكرتها يا ابوي. حد ينسمه؟ يا باشا حسب العرض والطلب. مالنا ومال الحاجات الكبيره دي؟ افرض فيه طلب نقول له الرزق له. يعني انت عندك طلبية قريبة؟ اهو سامح حديد لو بيجي صح. كلمة عندك انت يا باشا. طب هنشوفه عبد الله. هنشوفه. الف مبروك يا سيادة النايب. والله لايق عليك. كأن مجلس الشعب ده اتعمل مخصوص عشانك. فيك بركة يا ابو ذكري. الله يبارك فيك. ايه رحت وغبت ورجعت وبقيت باشا. عاوز ايه يا ابو ذكري؟ قصر. انا كنت عايز طلب قديم قلت اجدده. طلبك ايه يا ابو ذكري؟ عاوز تعين ياسر ولدك في حته؟ لا ياسر ايه، هو ياسر عاطل بس هو يخلص شغل ابوه. امال عاوز ايه؟ عاوز اناسب سيادة النايب. طالب ايد زهرة. مين؟ زهر. مش هقول لك عاوز مين، هقول لك مين اللي عاوز. انا. وانت مين؟ انا ابو ذكري يا ولد عمي. انا مش مصدق والله انك هتتكلم صح. اكيد جاي تضحك معاي. ليه يا حاج احمد؟ مش كد المقام؟ لا مش كد المقام يا ابو ذكري. انت نسيت ابوها مين وعمها مين ولا ايه؟ لا فاكر. ولاد عمي وكد كدهم معاهم معاي. شبعانين انا شبعان. يبقى ناقصي يا احمد. اسم سيادة النايب الحاج احمد يا ابو ذكري. واطلب حاجة اقدر اعملها لك وتكون على كدك. كوباية شاي، عشوة، وظيفة لحد غالي عليك. لا يا بوي، لا شاي ولا قهوة ولا بق مية. ده انت ناقص تضربني. اللهم علينا ووطي نفوسنا يا رب. شرفت يا ابو ذكري.